إن شاء الله هنتكلم في جزئية بسيطة المرة دي، هي interpretation of oral glucose tolerance. في أسئلة كثيرة بالنسبة له، لكن هو موضوع بسيط جدا إن شاء الله. هنشوف مع بعض صورة لبعض الحالات اللي موجودة في الكتب عشان نقدر نعرف إزاي هنوصل بسرعة للإنتربريتيشن. لو احنا عندنا أربع حالات زي الحالات اللي احنا شايفينها دول، الحالة الأولى حالة شخص عنده 65 سنة والفاستنج فاستنج جلوكوز كان 8.8 ملي مول بر لتر، و 2 اورز بوست براندل كان 16.7. الحالة الثانية الفاستنج 6، البوست برانديال 17 ملي مول بر لتر. الحالة الثالثة فاستنج 7.4، البوست برانديال 9.5. الحالة الأخيرة في ميل الفاستنج بتاعها كان 5 ملي مول والبوست برانديال 10.2 ملي مول بر لتر. طيب هنشوف الطريقة الأسهل عشان تفهموا بسرعة الشكل دوت والوضعية دي بتاعت الحالات. نشوف أول حالة. الحالة الأولى بتاعتنا قلنا 8.8 ملي مول بير ليتر والبوست برانديال 16.7. عشان نكون في حالة متفقين عليها، البوست برانديال لو كان أكتر من 11 خلاص نعتبره دايابيتيك، تمام؟ وبالنسبة للحالة دي البوست براندر 16.7 والفاستنج 8.8، 8.8 يعني معدي 158 ملي جرام بير ديسي لتر، برضو مستوى عالي بالنسبة للفاستنج، فده شور دايابيتك، تمام. نيجي للحالة الأخيرة. الحالة الأخيرة نشوف فيها الفاستنج هنلاقيه 5 ملي مول بير لتر، يعني حوالي 90 ملي جرام بير ديسي لتر، وال 2 اورز بوست برانديال 10.2. اي حاله هنلاقي البوست برانديال اقل من 11 خلاص ده بنعتبره امبيرد جلوكوز تولرانس، يبقى هنلاقي المستوى اقل من 180 وهنلاقي الفاستنج بتاعه منخفض خلاص، وبرضه ممكن الفاستنج ممكن يوصل لسبعه او اكثر من سبعه، لكن ما دام ال 2 hours post prandial اقل من 11 هنعتبره impaired glucose tolerance. نشوف الحالتين الوسطيتين اللي هما في النص اللي ممكن يعملوا لنا لخبطه شويه. هنلاقي الحاله رقم 2 الفاستنج بتاعها 6 ملي مول بير لتر، يعني حوالي 108 ملي جرام بير ديسي لتر، والبوست برانديال 17. ما دام بوست برانديال 17 يبقى دي ايه؟ دايابيتيك. قلنا بوست برانديال عالي اعلى من 11 ده هنعتبره دايابيتيك، يبقى اقل من 11 ممكن يكون امبيرد جلوكوز تولرانس، يبقى اكتر من 11 بوست برانديال خلاص ده شور دايابيتيك، تمام. بالنسبة للحالة رقم 3 اللي هي شخص عمره 41 سنة، الفاستنج بتاعه 7.4، يعني حوالي 133 ملي جرام بير ديسي لتر، والبوست برانديال 9.5 ملي مول بير لتر، 9.5 ديت يعني حوالي 160 أو 170، يعني برضو أقل من 11 ملي مول بير ليتر. ما دام أقل من 11 بوست براندر قلنا نعتبره إمبيرد جلوكوز تولرانس. طيب يبقى عشان نشوف إيه هو العامل المحدد لتفسير الأورال جلوكوز تولرانس تيست وتشخيص حالة الديابيتس، قلنا diabetic هنعتبر fasting يكون أكتر من 7 ملي مول بير لتر،
والبوست برانديال يكون اكتر من 11 ملي مول بير لتر، او الحالتين مع بعض او الاثنين مع بعض. لكن الامبيرد جلوكوز تولرانس هيكون اقل من 11 البوست برانديال، والفاستنج ممكن يكون اقل من 7 ملي مول بير لتر. ده الفيصل وده المحدد بالنسبه ل interpretation of glucose tolerance test عشان ما نتلخبطش. طيب برضه في سؤال كان بالنسبه لدايابيتيك كيتو اسيدوز وايه المشكله بتاعتها، عشان برضه نعرف ايه المشكله في حاله الدايابيس والدايابيتيك كيتو اسيدوز. قلنا في الدايابيس بيكون في اما انسولين ديفيشنسي او انسولين ريزيستنس. في الحاله دي بيجبر الجسم على انه يستخدم مصادر اخرى لانتاج الطاقه غير الجلوكوز، مع ان مفيش الجلوكوز مش متوفر ومش ممكن او صعب ان هو يدخل الخليه. فيبدا الجسم يستخدم الفاتي اسيدز بعد عمليه اللايبوليسيز ما بتزيد، فلما بتزيد اللايبوليسيز يبدا تتحرر الفاتي اسيدز، يبقى عندنا فري فاتي اسيدز كتير، يبدا يحصل بيتا اوكسيديشن للفاتي اسيدز ويحصل انتاج الاستايل كوينزايم A بكميات كبيره اللي بيحصل له شاتلينج، ويبدا تتكون بيه كيتون بادز في الليفر. الكيتون بادز اسيدك زي ما احنا عارفين، فيبدا يتكون عندنا حاله من الاسيدوزيس، والاسيدوزيس ممكن تؤدي الى فوميتنج، الفوميتنج يؤدي الى ديهايدريشن، الديهايدريشن هيؤدي الى هايبوتنشن. لما ينخفض ضغط الدم ويبدا المريض يدخل في هايبوتنشن اند شوك، يبدا يحصل كومبنسيشن من الجسم، تبدا تظهر الكاتيكولامينز ويبدا يظهر كورتيزول. الكورتيزول عشان يرفع، يحاول يرفع مستوى السكر في الدم عن طريق عمليه جلوكونيوجينيسيس في الليفر، والكاتيكولامينز اللي هو الابينفرين يحاول يرفع ضغط الدم. ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتزود الفري فاتي اسيدز او تصنيع الكيتون باديز، لان الفري فاتي اسيدز هتزيد، فبرضو دخل المريض في الدائرة المغلقة ان هيبدأ فري فاتي اسيدز، كيتون باديز، اسيدوزيس، فوميتنج وهكذا. برضو النقطة الثانية، لما بيكون في انسولين ديفيشنسي، الجلوكوز انتيك اللي هو الجلوكوز انه يدخل الخلايا بيكون صعب، فهيتراكم في السيركيليشن، يبدا يرتفع مستوى السكر في الدم، يدخلنا في او دخل المريض في هايبر جلايسيميا، يبدا يحصل جلايكوزوريا واوزموتيك دايوريسيس، السكر هيبدا يظهر في البول ويطلع، وهو طالع برضه بيسحب معاه كميات من الميه، فيؤدي الى ديهايدريشن، وبرضه ندخل تاني في هايبرتنشن شوك، ويبدا المريض يدخل في الفيشيس سيركل بتاعت الدايابيتيك كيتو اسيدوز. الدايره دي مش بتغلق او مش بتتوقف الا اذا دخلنا الانسولين عشان يقطع هذه الدائره. يبقى وجود الانسولين هو اللي هيدخل السكر الى داخل الخلايا، او يساعد في ادخال السكر الى داخل الخلايا، تبدا الخلايا تستفيد بالسكر لانتاج الطاقه، تتوقف عمليات اللايبوليسيس وتتوقف الفري فاتي اسيد لايبريشن، تقل عمليه تصنيع الكيتون بادز وتقل الاسيدوزيس. يبقى الحل بتاع الدايابيتيك كيتو اسيدوز هو ان احنا ندخل الانسولين كعلاج لهذه المشكله. دي كانت الاجابه على سؤال الدايابيتيك كيتو اسيدوز وازاي بتحصل وازاي ممكن نوقفها او نتعامل معاها. To understand how ketogenesis occurs and how ketosis develops when there is absence or deficiency of insulin. During absence of insulin, there is decreased uptake of glucose by tissues, especially the liver,
So glucose is not taken up by the liver with decreased oxaloacetate to combine with acetyl coenzyme A to fuel the tricarboxylic acid cycle for energy production. So when there is no insulin, adipose tissue undergoes lipolysis with free fatty acid mobilization and increased fatty acid oxidation in the liver that yields excess amounts of acetyl coenzyme A, with a resulting or consequent increase of ketone bodies that are delivered to the blood, generating the condition of ketosis and ketonemia. This condition is corrected when insulin is present, as insulin secretion abhors the mobilization of fatty acid from adipose tissue, with reduced utilization of fatty acids by fatty acid oxidation in the liver and consequent reduction of acetyl coenzyme A levels, and ketone body synthesis is reduced. There is also increased glucose uptake by liver and other tissues, which are utilized for energy production. So insulin corrects or aborts the process of ketogenesis. If you like this lecture, please hit the subscribe button and give your feedback in comments. The link for this lecture will be in the description below this video, and you can find other details in the website provided.